بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة الخامسة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 46. نبخونو لا باج 46 et nous prenons le début de la page. En haut de cette page là on a production de l'écrit. Production de l'écrit. إذا كملو تكلم عن production طبعا الإنتاج ومن فعل produire le verbe produire يعني أنك تنتج شيئا ومن كلمة le produit يعني المنتوج la production الإنتاج. إذن production de l'écrit كما لو تكلم عن إنتاج المكتوب طبعا l'écriture الكتابة l'écrit ما نكتبه production de l'écrit. إذن المقصود هنا إنتاج كتابي بمعنى آخر نتكلم هنا عن إنتاج كتابي يعبر عنه بهذه العبارة informer sur un lieu يعني أنك تعطي معلومات طبعا تخبر كما نقول informer sur un lieu حول كما نقول هنا على مكان على مكان المقصود حول مكان. après on a texte texte يعني نص. tu as pu visiter la casbah des Oudaya Araba. tu as pu عندنا le verbe pouvoir. on a le verbe pouvoir فعل استطاع او امكن انك تستطيع فعل شيء. اذا tu as pu انت استطعت طبعا في البريزون نقول je peux انا استطيع الان tu peux انت تستطيع الان او انت تستطيعين الان il peut هو يستطيع elle peut هي تستطيع nous pouvons نحن نستطيع nous pouvons نحن نستطيع vous pouvez انتم تستطيعون ils peuvent هم يستطيعون elles peuvent هن يستطيعن. طبعا هنا عندنا le passé composé يعني الماضي tu as pu انت استطعت مرة من المرات انت استطعت visiter طبعا visiter من حيث الاصل نتكلم عن زارة. فيزيتي من حيث الأصل تعني زارة. طبعا هنا تتعني الزيارة. طبعا الفعل هنا لم يصرف لأنه أتى بعد فعل آخر. tu as pu visiter أنت استطعت زيارة la casbah des Oudaya قصبة الودايا أغابة بالرباط. طبعا الصورة لهد المعلمة كما نلاحظ هناك حديقة هناك أشجار هناك بناء هناك ممرات إلى غير ذلك. كونسين كونسين طبعا المقصود به هي تعليمة. كونسين المقصود به التعليمة أنك تتعطي واحد التعليمات لكي تنفذ بحال وصية. أوبسيرف سيت إيماج لاحظ هذه الصورة إي إيكخي أن تكست دويت أديلين. إذن إي إيكخي أن تكست ثم اكتب نصا دويت أديلين من 8 إلى 10 أسطر بور دوني دي زانفورماسيون من أجل أن تعطي معلومات pour donner des informations من أجل أن تعطي معلومات أو نقول pour informer أو bien pour informer أنك تخبر المقصود donner des informations أنك تعطي أخبارا أو معلومات sur حول ماذا sur كما نقول على المقصود حول ce site historique حول هذا الموقع التاريخي. إذن أنت تلاحظ هذه الصورة ثم أنك تكتب نصا من 8 إلى 10 أسطر لكي تعطي معلومات حول هذا الموقع الأثري أو حول هذا الموقع التاريخي كما عندنا هنا. Observe cette image et écris un texte de 8 Adeline pour donner des informations sur ce site historique. ثم عندنا j'observe أنا ألاحظ et je découvre ثم أنا أكتشف j'observe أنا ألاحظ بحال عندنا هنا observe هنا عندنا الامبيغاتيف طبعا هنا عندنا le présent j'observe أنا ألاحظ هنا عندنا observe يعني لاحظ تتعطي الأمر لشي واحد قدامك اش تقول له observe يعني لاحظ. إذن هنا تتعطي الأمر مادام نتكلم عن كونسين كونسين طبعا نتكلم عن عبارات تتضمن أوامر. إذن observe لاحظ cette image et écris ثم اكتب ما عندناش هنا j'écris أنا أكتب في البريزون هنا عندنا الامبيراتيف هنا عندنا الأمر اكري ثم اكتب اوبسيرف الى رجعنا للامبيراتيف نلقاو ثلاث ضمائر نقول اوبسيرف لاحظ اوبسيرفون فلنلاحظ نحن كلنا علينا ان نلاحظ اوبسيرفي فلتلاحظوا فلتلاحظوا او لاحظوا او لاحظوا اوبسيرفي. اذا هذه هي الضمائر اللي كاينه طبعا تنتكلمون على المؤنث وتنتكلموا على المذكر على عكس مثلا في البريزون الى غير ذلك من الازمنه تلقاو ستات الضمائر المؤنث والمذكر. عندما أقول جه ممكن أنني أكون رجل
وممكن أنني أكون امرأة أقول جه. ثم عندما أقول تي يعني ممكن أن تعني أنت وممكن أن تعني أنت. ثم إيل ثم آل، فهذه الحالة طبعا نفرق إلى غير ذلك. إذن علينا أن نلاحظ هذه الصورة كما نلاحظ، ثم أن نكتب نصا من 8 إلى 10 أسطر نخبر فيه حول هذه المعلمة. سنرى بعض المراحل هنا. مثلا هنا كوغبريزونت ست إيماج، ماذا تمثل هذه الصورة؟ كوغبريزونت ست إيماج، كوغبريزونت ست إيماج، ماذا تمثل هذه الصورة؟ إذا ممكن أننا نقول مثلا ست إيماج، ست إيماج ريبريزونت أن أنسيان باتيمون أرشيتيكتورال أندالو ماروكان. ست إيماج ريبريزونت أن أنسيان باتيمون أرشيتيكتورال أندالو ماروكان. هذه الصورة تمثل بناية قديمة أرشيتيكتورال معمارية أندالو ماروكان أندلسية مغربية. نتكلم عن البناء الأندلسي المغربي. إذا ست إيماج ريبريزونت أن أنسيان باتيمون أرشيتيكتورال أندالو ماروكان. ممكن أننا نقول هذا. ممكن نقول مثلا cette image représente une casbah. ممكن نقول cette image représente une casbah. طبعا ممكن أننا نجيب فنقول cette image représente la casbah des Oudaya أغابة. ولكن طبعا نلاحظ بأن السؤال الثاني يسألون عن اسم القصبة. طبعا ممكن أننا نجيب cette image représente la casbah des Oudaya أغابة. لكن كما نلاحظ بأن هناك سؤال آخر يسألون عن اسم القصبة، وبالتالي فهناك تسلسل في الأسئلة. لذلك علينا كما نقول أن نعطي نصف الجواب هنا والنصف الآخر في السؤال الموالي. إذن cette image représente un ancien bâtiment architectural andalo-marocain ou bien cette image représente une casbah. ثم comment s'appelle cette casbah؟ comment s'appelle cette casbah؟ كيف تسمى هذه القصبة؟ بماذا تسمى؟ comment s'appelle cette casbah؟ كيف تسمى هذه القصبة؟ كما عندنا هنا كيف تسمى هذه القصبة؟ comment s'appelle cette casbah؟ ممكن أننا نجيب مثلا cette casbah s'appelle la casbah des Oudaya. cette casbah s'appelle la casbah des Oudaya. deuxièmement je manipule et je réfléchis. je manipule et je réfléchis. أنا أعالج وأنا أفكر. طبعا عندنا لو فيرب manipuler، هنا عندنا لو فيرب réfléchir. لو فيرب réfléchir. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Qu'est-ce qu'on te demande de faire? ماذا طلب منك لتفعل؟ المقصود ماذا طلب منك فعله؟ Qu'est-ce qu'on te demande? ماذا طلب منك de faire لتفعل؟ المقصود فعله. إذا ماذا طلب منك لتفعله؟ كما لاحظنا بأنهم طلبوا منا أن نلاحظ الصورة كما رأينا هنا. Observe cette image et écris un texte. ثم تكتب نصا. دويت أديلين pour donner des informations، لكي تعطي معلومات sur ce site historique، حول هذا الموقع التاريخي، حول هذا الموقع الأثري. إذن qu'est-ce qu'on te demande de faire؟ qu'est-ce qu'on te demande de faire؟ ماذا طلب منك فعله؟ إذن ممكن أن نقول on me demande d'observer l'image ci-dessus et d'écrire un texte دويت أديلين pour donner des informations sur la casbah d'Oudaya. On me demande d'observer l'image ci-dessus. هم طلبوا مني أن ألاحظ الصورة أعلاه. On me demande d'observer l'image ci-dessus. هم طلبوا مني أن ألاحظ الصورة أعلاه أو أن ألاحظ الصورة بمعنى آخر في حالة إذا لم أكن أكتب هنا. أنا هنا أكتب أسفل الصورة. إذا ممكن أنني أقول ci-dessus أعلاه. ممكن أنني أكتب أنهم طلبوا مني ملاحظة الصورة. On me demande d'observer l'image. ثم et d'écrire un texte. ثم كتابة نص. دويت أديلين من 8 إلى 10 أسطر pour donner des informations sur la casbah des Oudaya. et d'écrire un texte دويت أديلين وكتابة نص من 8 إلى 10 أسطر pour donner des informations sur la casbah des Oudaya. لكي أعطي معلومات حول قصبة الوداية. ممكن أننا نجيب بهذه الطريقة. ثم عندنا كوفاتو يوتيليزي ماذا أنت ستستعمل؟ شنو غتستعمل؟ إذن كوفاتو يوتيليزي ماذا أنت ستستعمل؟ كما نلاحظ هنا ممكن أننا نجيب أفادو دوني ديزانفورماسيون سور لا كاسبا ديزودايا،
من أجل أن نعطي معلومات حول قسمة الودايا، je peux utiliser des livres historiques liés au sujet. يمكنني استعمال كتب تاريخية مرتبطة بالموضوع. Je peux utiliser des livres historiques liés au sujet. إذا ممكن أنني أستعمل كتب تاريخية مرتبطة بالموضوع. Afin de donner des informations sur la Kasba des Udaya, إذا من أجل إعطاء معلومات حول قسمة الودايا، je peux utiliser des livres historiques liés au sujet. إذا يمكنني استعمال كتب تاريخية liés au sujet مرتبطة بالموضوع، مرتبطة بموضوع قسمة الودايا. Et les moteurs de recherche sur Internet, ثم محركات البحث على الإنترنت peuvent être utilisés. يمكن أن تستعمل notamment pour naviguer sur le site de la Kasba. خاصة من أجل الإبحار كما نقول على موقع القصبة. طبعا إن كان هناك موقع. Et les moteurs de recherche sur Internet peuvent être utilisés. يمكن أن تستعمل notamment pour naviguer sur le site de la Kasba ou sur des sites connexes tels que des sites touristiques. طبعا يمكننا استعمال كتب تاريخية مرتبطة بالموضوع ويمكننا أن نستعمل محركات البحث على شبكة الإنترنت خاصة notamment خاصة pour naviguer sur le site de la Kasba pour naviguer sur le site de la Kasba من أجل البحث كما نقول على موقع القصبة أو sur des sites connexes أو نستعمل محركات البحث أيضا من أجل الإبحار على مواقع أخرى مرتبطة connexes مرتبطة tel que des sites touristiques مثل المواقع السياحية. طبعا هناك الكثير من المواقع السياحية أنها تذكر العديد من المعالم حول العالم ومنها مثلا قصبة الودايا. Quelles sont les informations que tu dois donner? Quelles sont les informations que tu dois donner? ما هي المعلومات التي عليك أن تعطيها؟ Quelles sont les informations que tu dois donner? ما هي المعلومات التي عليك أن تعطيها؟ Quelles sont les informations que tu dois donner? ما هي المعلومات التي عليك أن تعطيها؟ يمكن القول Afin de présenter la Kasba des Udaya, on peut parler de ses racines historiques, puis on informe sur son rôle actuel, puis on informe sur son rôle actuel en tant que monument qui combine l'esthétique de sa forme avec un rappel de l'histoire des ancêtres. Afin de présenter la Kasba des Udaya, on peut parler de ses racines historiques, puis on informe sur son rôle actuel en tant que monument qui combine l'esthétique de sa forme avec un rappel de l'histoire des ancêtres. إذن afin de présenter la Kasba des Udaya, من أجل تقديم قصبة الودايا on peut parler يمكننا الكلام يمكننا أن نتكلم de ses racines historiques عن جذورها يمكننا الكلام عن جذورها التاريخية كيف جاءت هذه القصبة نتحدث عن ظروف مجيء هذه القصبة وتأسيسها في أول مرة puis on informe sur son rôle actuel ثم نخبر عن دورها الحالي ثم نخبر حول دورها الحالي puis on informe sur son rôle actuel ثم نخبر حول دورها الحالي en tant que monument en tant que monument كمعلمة en tant que monument كمعلمة qui combine l'esthétique qui combine التي تجمع qui combine التي تجمع l'esthétique l'esthétique de sa forme جمالية شكلها. إذا نتكلم هنا عن معلمة تجمع بين جمالية شكلها الحالي l'esthétique de sa forme avec un rappel de l'histoire des ancêtres مع التذكير بتاريخ الأجداد مع التذكير بتاريخ الأجداد. إذا طبعا هذه المعلمة هي جميلة طبعا أن الإنسان ينظر إليها ممكن أن الإنسان يروع عن نفسه وهو يزور هذه المعلمة هذا من جهة نظرا لشكلها الجميل ثم هي في نفس الوقت تذكر بتاريخ الأجداد. الشخص الذي يزور قصبة الودايا فهو من جهة يروع عن نفسه كأنه في نزهة. Puis on informe sur son rôle actuel en tant que monument qui combine l'esthétique de sa forme avec un rappel de l'histoire des ancêtres. ثم هي في نفس الوقت تذكر بتاريخ الأجداد. ثم عندنا je m'entraîne أن أتدرب. Je réunis les informations nécessaires, je les classe. Je réunis les informations nécessaires, je les classe. أنا أجمع المعلومات الضرورية طبعا للموضوع
جولي كلاس ثم أرتبها. عندما نريد الكتابة في موضوع ما نبحث عن الموضوع ثم نرتب المعلومات التي نحصل عليها. هكذا يمكننا أن نكتب موضوعا. إذن في كل موضوع موضوع طبعا نبحث عن كل المعلومات المتوفرة، لا يمكننا أن نفرض معلومات غير موجودة. طبعا عند التطرق لموضوع ما كيفما يكون لا يمكننا أن نفرض معلومات غير موجودة، مثلا كأن نتكلم عن بحوث أو تنقيبات أثرية لمعلمة ما وهي غير موجودة. إذن طبعا لا يمكننا أن ندرجها في الموضوع ما دامت غير متوفرة. إذن نحن طبعا نبحث عن المعلومات المتوفرة أولا ثم نرتبها. إذن جمونتخين جو غيوني، طبعا نتكلم عن لوفيرب غيونيغ يعني أنك تجمع شيئا ما. طبعا لوفيرب سو غيونيغ يعني أنك تجتمع، لغيونيون يعني الاجتماع. إذن جو غيوني أنا أجمع لزانفورماسيون المعلومات نيسيسير الضرورية. جو لي كلاس أنا أرتبها، طبعا جو كلاس أنا أرتب، جو لي كلاس أنا أرتبها. المقصود جو كلاس لزانفورماسيون نيسيسير، أنا أرتب المعلومات الضرورية طبعا التي أحصل عليها. إذن جولي كلاس أنا أرتبها. مثلا أنا توفرت عندي مجموعة معطيات، طبعا سأرتبها، سأكتب ما توفر لدي. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.